السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صديقاتي التلميذات أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم سيكون عبارة عن نموذج كتابي خاص بمادة التربية الإسلامية الفرد الثاني من الدورة الثانية، دائما المستوى الأول. إذا نبدأ مع السؤال الأول، أضع علامة في أمام العبارة الصحيحة. إذن لدينا مجموعة من الاقتراحات، سنضع علامة فقط أمام العبارات الصحيحة. إذن الله واحد لا شريك له، إذن عبارة صحيحة سنضع علامة. محمد صلى الله عليه وسلم أول الرسل، هذه العبارة خاطئة. الله يناجيني عندما ألعب، إذن عبارة خاطئة. المسلم يقول لا إله إلا الله، عبارة صحيحة ونضع أمامها علامة. السؤال الثاني، ألون الجواب الصحيح. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء أو الأحد أو الاثنين، إذن الجواب الصحيح هو يوم الاثنين، إذن سنلون خانة الاثنين. السؤال أو الاقتراح الموالي، تكفل برعايته بعد ولادته جده عبد المطلب أو عمه أبو طالب أو عمه أبو لهب، إذن بطبيعة الحال جده عبد المطلب هو من تكفل بولادته، يعني برعايته بعد ولادته، يعني بعد وفاة والدته. إذن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما لا أصلي عليه أو أقتدي به أو أرضى الإساءة إليه، إذن بطبيعة الحال عندما أقتدي به وأتبع سنته فإنني بذلك أعبر عن حبي للرسول صلى الله عليه وسلم، إذن سنلون الخانة الثانية. الآن مع السؤال الرابع، أرتب الكلمات لأحصل على معنى سليم لهذه الجملة. إذن صلاتي وأحمد في نعمه الله الله أذكر على، إذن الكلمة الأولى هي أذكر الله في صلاتي وأحمده على نعمه. إذن السؤال الموالي، أجيب بنعم أو لا أمام كل عبارة في الجدول. أحسن التواصل مع زملائي، إذن سنكتب نعم. أعاتب زميلي إن أساء إلي، لا بل يجب أن يعني أن أتجاوز الإساءة لكي أدفعه إلى عدم يعني الإساءة إلي مرة أخرى، إذن التسامح والعفو عند المقدرة، إذن أكتب لا. أشكر من مد يد العون لي، نعم صحيح سنكتب نعم. أذكر زميلي بنعم الله، نعم أذكره كلما سمحت الفرصة لذلك. السؤال الموالي، أضع العلامة في أمام المواقف الصحيحة. إذن نظم تلاميذ القسم حملة لتنظيف المدرسة. أقدم يد العون لزملائي، إذن موقف صحيح. أتجاهلهم، موقف خاطئ. أحضر وسائل النظافة، نعم لأتعاون معهم على تنظيف المدرسة. أتغيب عن المدرسة، لا موقف خاطئ، يجب أن أساعد زملائي في هذه الحملة يعني بكل ما أستطيع به من تقديم للعون ويعني توفير وسائل النظافة إلى غير ذلك. إذن أصدقائي بهكذا نكون قد أنهينا الإجابة عن هذا النموذج الخاص بمادة التربية الإسلامية. أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.